روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث إلى البشر. عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا شباب الثلاثاء 22/10/2024، احنا الآن بسوق الحلال بمدينة معرة مصرين شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والله اليوم يا شباب السوق يعني زبوناته قليلين، بضاعته قليلة، بضاعة موجودة لكن زبونات قليلين. الناس فاتت على موسم الزيتون، احنا الآن فتنا على موسم الزيتون، نطح يعني ما ظل موسم الزيتون الآن. يعني حتى رحت على أبو النور ما لقيته بربج رايح يدور زيت جنديرس الله يرزقه. الآن أغطي لكم السوق كاملة، فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. لإعلاناتكم على قناة سوق المواشي في سوريا تواصلوا معنا على رقم الظهر أمامكم أسفل الشاشة. وأشكر كل أخ متابع بعث لنا بطاقة شكر على التعليقات، شكرا لكم. الناس اللي متابعتنا من برا اللي عنده حساب بنكي بامكانه يبعث لنا بطاقه شكر على مجهودنا. يعني والله يا شباب ترى مردود القناه لا يذكر، لا يذكر مردود القناه، الحمد لله. عم نشتغل لو ما ادلاله وهيك وبيع عشريه بالسوق، يعني الواحد ما يقدر يستمر، يعلم الله ذلك. اي نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ابي ابراهيم شلونك، شو اخبارك، شلون صحتك، شلون السوق عندك ابو ابراهيم؟ والله 20 30، من العشرين للثلاثين، أربعة دولارات وعشرين، أربعة دولارات ثلاثين. هذا الخروف بيه فطيمة، ما شفنا فطيمة اليوم بس هو. بلى تبعنا 83 نقدا. 3.80 دولار نقدا ها؟ اللهم صل على محمد. زين الحمد لله زين، الناس موسم الزيتون ما زين للسوق هيك. الله يرزقك يا حميد، الله يرزقك حبيب الله. يعني سوما 1500 دولار. حاجات طيبات والله، الصلاة والسلام على رسول الله. شو سمتنا ذا العم؟ 1500 دولار سوما. واحدة 3 أشهر ونص وواحدة 4 أشهر. ما شاء الله تبارك الله. شنو سن العم يا أبو؟ والله هاي أم هاي. باريزة ربع. هاي الأم. بنات بعض. هاي الأم ماي. نعم. اللهم صل وسلم. ما شاء الله تبارك الله. شنو بس مخلصة تبديل كويسات والله. وهاي فردين حليبي. نعم. مانش أقول لك. طيبة والله. مانش. بين 400 ألف. ما عندك. والله ب 1000 ما احب حلفه كثير يا عمي. 1400 خيو عمر راح الحلال لا يزعلوا ذنبي. 100 ونص. السلامه ما ب 1000 ضربه بالصيف الغالي بعيوني هنا. الله يسلمك ما شاء الله يا جبار، ضعف فخمه والله. بدك من اول كلمه للف تحط القاله بدون ضربه على راسي. شايف على الاسواق يا عمي والله بي الله فوقها. والله الحمد لله جبار حي الرزاق الله. نعم جبار. 3 أشهر ونص و4 أشهر وليكم موجود وقبل تفك تصور. ليش انه بعد ثلاث بعد يومين ما نقفله هيك وليكم جايبين. ليش انه بعد المتاهه ولا حد نطاق. والله 8 ونص يا عمي بخطط. ألف بدك من أول كلمة تقول قفل فاري ونفاوض على التالي ب 1400. إذا عندك حد شيء والله مصلين على محمد. أنت جاي نطربا السنة هاي ثني مبدلت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وقفتوا زين حيل ما شاء الله، خشنتوا زين ارتفاع زين. بس في عزر يزرن ها؟ بيزرنا ها؟ كان راعيه عنده شبشين. نعم. باع هذاك الكبير كان يقتله، من باع الكبير قام ينطح هذا. بس مكفول انطاط. كفالة. اي. بس يزرن بده غنم. ما شاء الله تبارك الله، هو الوقفة الشرسة هاي مبين مشكلجي. ايش قد طلبت بيه أبو عمار؟ والله من طوال، ايش قد طلبتوا بيه؟ والله
الله يصير لنا واحد على الخمسة نبيعه. على 500 دولار ينباع. على عذره. على عذره. مع التبيان. ايه بس بده غنام، بده واحد عنده غنم، ما بده واحد عنده منيحة من الخمسين راس وتحت. اي نعم، مشان يهدى. إيه بده واحد ذقنه تكون من المية وفوق بين ثلاث أربع شماش. ما يهدى إذا ما. نعم. اي نعم. شلون هالسوق أبو عمر؟ ماشي الحال، بعنا هذاك الحساس ينطح، هذاك مقطع هذا قرونه بعناه ب 4 دولارات. اي نعم، مقطعينه قرونه وينطح. اي البلوه هذا. وهذا الفطايم اللحم مثلا شنو بعمر؟ الفطايم والله ينطوني 3 دولارات 90. صار ب 3 دولارات 90. وصلت ثاني ب 4 دولارات. ما شاء الله تبارك الله. جباره هاي، يريد ينفي وحده بس. ايش قد مين وزن هذا ابو عمر تقريبا؟ ايش قد يقدر له؟ والله معك من 43 ل 45. اي والله. يعني بي عندك 40 42 44 45. يعني مو شيء، السوق ماشي الحال. مقبول مقبول. يلا يا رب الله يرزقكم يا ابو عمر. طبعا راعين على 4 نبيع، على 4 دولارات يمشي ان شاء الله، ما يوقفين هنا. الله يرزقكم ابو عمر. يا شباب، هاي بندوقة نجدي على بلدي، مو على نعجة حمراء، على نعجة من غنم كلي يا عرج. سبحان الله، دائما البنادق تجي دراهم اطيب دائما، حتى بالمعز. بندوقته سويسري احسن من السويسري الاصلي، بندوقته الشامي احسن من الشامي الاصلي، مناعه اقوى وحليب احسن. بندوقته النجدي احسن من النجدي الاصلي، دائما الهجين احسن. في ناس تقول لك ادور على اصاله، سبحان الله الهجين يجي، الهجين على البلدي دائما تجي مناعته احسن. هاي بها علم شوي عرف نجدي شعرتها وليتها وبرتها زينه ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. اشدعات حلوات والله، حورانيات. ابو احمد طلحيه ما شاء الله تبارك الله، حلوات. نريدهن ب 600 دولار. الطلب 600 دولار. الطلب 600 والدفع 400. الدفع يعني وصلت 400 دولار. 400 ايه. حلوات والله. هاي حامية لها 25 يوم. نعم. هاي لا. ما صار بيها شيء لسه، وصل لنا شقد؟ 400 دولار. 400 دولار. وصل 400. اللهم صل على محمد. شلون هالسوق ابو عيد؟ والله السوق ما عم يسوق. ما عم يسوق. هاي غنم موالده شباب عند اخونا ابو الفوز. الصلاه والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. خمس خراف وفطيمتين ما شاء الله تبارك الله. موالد هاي التلد هسه تلحق عيد الضحيه يا شباب. عم يندفع بالطليان الذكور، بس مذكوره 150 دولار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش طلبتوا بهم كلنا ابو الفوز؟ 400 دولار. لا طلب ولا والله. جبار ابو الفوز بيشتري الله بركه. اي نعم. 140 وثالث وحانيات من عدد وحده شطور. فما نعذب حالنا بالسومه يعني. وحده شطور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خمس ثنايا؟ ايه. خمس ثنايا. وناجي. خمس ثنايا وناجتين. وناجتين. خمس حانيات. اللهم صل على محمد. ابو الفوز يعطيك تفاصيل دائما، ابو الفوز يعطيك تفصيل. شنو السن وشنو الذكر وشنو الانثى وشنو الوضع وشنو. خمس ثنايا وناجتين. وحده شطور. اي نعم. اللهم صل. خراف وفطيمتين. وخمس خراف وفطيمتين. ثنايا فطيمتين. 400 نبيع ما نخلين برضه. نعم. شلون السوق ابو الفوز اليوم؟ والله السواق وسط. اي نعم. حركه ما يزيد. ليش يعني شنو السبب يعني؟ لا ما وسيم زيتون، قطاف زيتون عنا بتصير السوق. نعم ايه نعم. الان تطلع حواش الزيتون بصير السوق. حبيبي ابو الفوز الله يرزقك ان شاء الله. الله يرزقكم يا رب. الله الله. حق ولا شيء؟ بعيد والله. الجوز 175. ما يفصل. هيا مستي ودان. لا حكي ذا. يا ودان. دعقله دعقله دعق على البس. قدامين معنا 90. ومعنا 95. اقول له 90 تغلط على الله. ايه خلنا معناها 90. 90 تغلط على الله. ابيع معناها 90 امس لاحق عليه. اول 100%. الشر من عان لو كان سلطان، بس انا ضد انا ضد. شوف ولا خلينا نصور هالبز. دع اقول له البز. دع اقول له اشتغل. التعليقات يقولوا صورنا بضاعة لا تصورنا بعواد. بلد على البز. ما بيع. والله يا دمية. يا مختار يا مختار يا مختار. اكسر الصلاة على النبي. قال ما حجر ابو احمد. 100 100 ما بيعلم 100. ما بده حجر ابو احمد. ما بيعلم 100. هو بده يبيعنا الجوز 175. بعد 150 جوز تغلط على الله. 190 تغلط على الله. اللهم صل على محمد. هناك بيع شيء ثاني. 175 لا بده يبيعها. انت ما رجعهم ما بيع. يا مختار يا مختار، إذا ما كسر من البيضات شو بيصيروا؟ ما بيصيروا عجي. والله 100 لا 150 لا 160 ما بتراجع والله لا 160 والله راسي يا عم يا عيال يا مختار 160 ما بيع ما بيع بعد 160 بعد 160 بعد 160 الله يرحمه ما اصعب المخاتير صعبين يا اخي. طق
صعب يا مقادير يا مقادير الله يجرح لك عمي ما بيع ما بيع ما بيع ما بيع ما بيع ما بيع مختار مالو على ايوه مختار 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 شريف شوي هي انا بيع شره ابو حمزه زي مختار حبيبي ابو خليل الله يسعدك اهلا وسهلا انت مختار يا مختار باعك باعك الله يحفظ عليك باعك حجي ما بيع ما الف السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية أخواني ويجزيكم الخير. هذا جامع مخيم الحمود، بعد ما فكينا الهنجار اللي كانوا عاملينه مصلى الشباب وأسسنا حيط أساس وجبنا ردم ونزلنا رمل وبلوك وإسمنت مشان نبني المسجد إن شاء الله. الحمد لله صار معنا أكثر من $1,000 بفضل الله سبحانه وتعالى من الصدقات اللي جمعناها، وفي عندنا الخيمة كذلك معروضة للبيع، يعني تقريبا ممكن تقدر ب $700-$750 مع شادرها مع حديدها، فان شاء الله معنا مبلغ ان شاء الله ننطلق فيه انطلاقه جيده. والعمل يا اخواني قائم على قدم وساق ان شاء الله، يعني ممكن ياكل معنا العمل وقت، لكن باذن الله ما نستسلم لحتى نبني المسجد كاملا. هاي الخيمه اللي كانوا عاملينها مصلى الشباب وهي قواسها طبعا معروضه للبيع يا شباب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ندفع بها يا شباب 500-600، وصلت $700 وما انباعت يا شباب، يعني ممكن تنباع بهالسعر هذا، يعني مش نحط حقها بالمسجد، فاللي له بها مصلحه حتى لو دفعت اكثر من حقها يا اخي ترى رايح بالمسجد، ما حد اخذ لمصلحته الشخصيه شيء. تذكرون يا اخوان من كم يوم كنا واقفين هين في مصلى في خيمه، الان شلناها، والله شعور لا يوصف لما تكون تخدم بيت من بيوت الله عز وجل وتشتغل على تجهيز بيت من بيوت الله، ثم مع الوقت تلاقي نفسك نجحت وصلت لمرحله انك بنيت المسجد وجهزته وصليت فيه، شعور لا يوصف. الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى يستخدمنا ولا يستبدلنا. عن جد لما تشارك بصدقة يعني فعلا تلاقي فيه يعني لذة الإيمان، حلاوة الإيمان تلاقي لما تشوف المسجد انبنى ورفع فيه الأذان وقيمت فيه الصلاة، يعني شعور لا يوصف والله يا إخوان. يعني هذه عاجل بشرى المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. وترقبوا يا إخوان أيام يجي يوم ونقول لكم الحمد لله اليوم تم بناء المسجد وتم تجهيز المسجد وافتتاح المسجد ورفع فيه الأذان وأقيمت فيه الصلاة، يعني هذا ويومئذ يفرح المؤمنون. وكل إنسان بعث صدقة يا شباب بالفواتير، مجرد ما نبلش دائما نسدد فواتير مباشرة أي إنسان بعث صدقة تصله الفاتورة على حسابه على رقمه على الخاص.